لو كان الإمام موسى الصدر موجود اليوم، شو كان رح يكون رأيه بحركة أمل بوضع الحالي؟ شوفي، كل الأشياء اللي أسسها الإمام، فيك تقولي إنه كل شيء خصه بالطائفة الشيعية هي تأسست من قبل الإمام الصدر. طبيعي تتغير لما القائد ما بيكون موجود، وبالظروف اللي قطعت فيها لبنان. إن شاء الله بيرجع. هل رح يكون راضي؟ أكيد، معقول أكيد، ما حدا بيقول إنه لما القائد ما بيكون موجود الأمور بتكون مثل ما هي، بس قد ما فيها المساعي والسعي والأهداف والنهج اللي كان راسمه، في قسم كبير كتير منها تحقق، وفي قسم أكيد نحن بندعي إنه لازم تكون أحسن. أنت معك الجنسية الإيرانية والجنسية اللبنانية في نفس الوقت. صحيح، بس طبعاً الجنسية الإيرانية ما بستفيد. وين بتحسي وطنك؟ وطني لبنان. والدتي من إيران، الثقافة الإيرانية بحترمها كتير، بس أنا ما بحس حالي أنا إيرانية، أنا بحس حالي لبنانية. طب ما بتعتقد اللي عم يصير اليوم بلبنان أو المشكلة اللي عم بتصير بلبنان إنه رجال الدين عم يتدخلوا بالسياسة؟ ما بتصور هاي هي المشكلة، هن ما فينا نفصلهم عن بعض. يعني هو الدين لمين؟ مش للإنسان. نحن المشكلة بلبنان عنا إنه الشخص الصح مش منه بالمطرح الصح.